جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. امرأة كان لها طفلان، وعندما كانوا نائمين نامت إحدى الطفلتين على الأخرى فماتت الصغرى، فما الواجب على الوالدة حينئذ جزاكم الله خيرا؟ الوالدة ليس عليها شيء لأنها لم تكن مفرطة، والطفلة التي نامت على أختها ليس عليها شيء أيضا على الصحيح لأنها لم تبلغ سن التكليف، إنما كانت صغيرة، والصغير مرفوع عنه القلم. نعم.